هي ياسمين مش ناوي تروح لابوك تقرا له الفاتحه وتدعي له؟ ده اللي باقي له يا ابني، دعوه من ابن صالح. ابن صالح؟ هو في ابن صالح يسيب ابوه يموت من غير ما حتى يشوفه؟ ما كانش بايدك يا سليم. ربنا اعلم باللي انت فيه، ربنا اعلم باللي احنا فيه كلنا. متقلقش، اذا كنت جاي تسالني عن الشغل فالنهارده انا هروح المتحف وهزرع المتفجرات. انا مش جاي لك علشان كده، انا جاي لك علشان اطمن عليك واسالك عملت ايه مع مراتك. مراتي مسافرتش. ايوه بس انا سمعت انها سافرت امها. بس هي مش هتسافر، انا اتكلمت معاها. ماشي يا سليم، ماشي. على كل حال الرجاله جاهزين وقت ما تحب. لما تجهز يبقى قول لي. ما تنساش تكلم معتز عشان يطلع لك التصريح. معلش يا حمزه ما تزعلش مني، انا قافش علشان احنا اصحاب واكتر من الاصحاب. انا خايف عليك. مش عيب يا حمزه، مش عيب. الليله دي مش هتعدي على خير، واللي اسمه سليم ده ممكن يعمل اي حاجه في الدنيا. يا حمزه في ايه؟ وانا هخاف ولا ايه؟ ما يعمل اللي يعمله، انا مش هسيبك. طب افهم، افهم بقى، سليم عايزني انا. حمزه انا قلتها لك كلمه، لا يعني لا، انا مش هسيبك بالذوق بالعافيه، مش هسيبك. انتهى. صبري انا هرجع الوزاره وبحصلني. لا مش هقدر اجي مع حضرتك، لازم اعدي على البيت الاول اطمن على لوعه اشوف اخبارها ايه. هي عامله ايه دلوقتي؟ معلش يا صبري، مش هي بس اللي خسرته. الحقيقه يا فندم كلنا خسرنا. السلام عليكم. سيادة اللواء، سيادة الوزير عايزكم في مكتبه حالا. طب روح انت. هذا وقد تأكدت لدينا الأخبار التي ترددت منذ قليل باستشهاد الملازم هشام محمد طلعت متأثرا بجراحه في مستشفى الشرطة فجر اليوم، ليرتفع عدد شهداء الداخلية في أحداث الأمس إلى 13. كان آخرهم المقدم بهاء حسين عبد الرحمن الذي استشهد أثناء مطاردته للجناة، وبهذا يصل عدد شهداء الداخلية منذ أن أعلنت الحرب على الإرهاب إلى أكثر من 415 شهيدا كتبوا بدمائهم الزكية سطورا جديدة في ملحمة البطولة والكرامة.
الحمد لله على السلامة يا رانيا. انت عاملة ايه دلوقتي؟ الله يسلمك. انا اول ما عرفت انك فوقتي جيت على طول. طمنيني عليكي، انت كويسة دلوقتي؟ طب عرفتي ان سليم لسه عايش؟ ايه؟ ازاي؟ في حاجات كتير قوي يا رانيا حصلت وانت هنا، حاجات لو حكيت لك عليها مش هتصدقي. عشان خاطري قومي انت بس بالسلامة وشدي حالك وانا هبقى احكي لك على كل حاجة. انت مش هتمشي من هنا غير لما تحكي لي كل حاجة. احكي. اغتيالات وانفجارات ولو هيتخطف وناس بتموت على الهوا، تقدروا تقولوا لي عملتوا ايه؟ قبضتوا على مين؟ يا فندم احنا سيادتك كفايه، مش هسمع عذار، كفايه قوي كده. وانت سياده المقدم مش كنت في اجازه؟ اتفضل. ايوه يا فندم، بس سياده المقدم اوامري تتنفذ، لان انا اللي بشيل كل حاجه على دماغي. اتفضل يا سياده المقدم، ابعد عن القضيه دي خالص وكمل اجازتك في بيتكم. اتفضل. حمزة، حمزة، أنا مش عايز اللي حصل جوه ده يأثر فيك. أنا وإنت عارفين كويس إنك عملت اللي عليك وما أثرتش في حاجة. استريح حمزة، إنت تعبت معنا كتير، استريح وإحنا هنكمل. كل ده حصل وأنا هنا؟ ولسه في حاجات كتير قوي هتحصل. البلد ولعة يا رانيا، احنا مش ملحقين على اللي بيحصل فيها. اقولك على حاجه، كل ما كانت بتحصل مصيبه كنت بحس بقيمتك قوي. انت الوحيده اللي كنت بتعرفي تغطي اي حاجه بتحصل في اي وقت واي مكان. حبيبتي انت بس تقومي كده وتفوقي وتشدي حالك، عايزك ترجعي الشغل تاني. انا لازم ارجع بسرعه، انا لازم ارجع بسرعه فعلا. خرجوك من الخدمه ليه؟ عشان اللي حصل ده ما كانش ينفع يعدي من غير ما حد يتجازف، والوزير شايف ان انا ما ينفعش اكمل في القضيه دي. ناوي تعمل ايه؟ اكمل طبعا، مش هسيب حق بهاء غدا، فاهمه؟ مش هسيب حق بهاء. يخرجوني بقى من الخدمه يرجعوني تاني ما عادتش فرقه. كل اللي فارق معايا دلوقتي ان اجيب سليم. طب انت متاكد ان هو اللي قتل بهاء؟ غادة، لو سليم كلمك لازم تقولي لي. لازم يا غادة، أنا مش هسيب سليم مهما حصل، فاهمة؟ وبقولها لك من دلوقتي، لو حاولتي تساعديه أو تداري عليه تبقي بتساعدي إن ناس تانية تموت. كلامي مفهوم طبعاً؟ مفهوم. حاضر يا حمزة، لو سليم كلمني هقولك. الو، ايوه يا نجلة، انت فين؟ انا عايزاكي في موضوع ضروري، قولي لي انت فين. طيب انا جايه لك حالا، يلا باي. على فكره انا لسه زعلانه منك يا استاذ شوقي. المهم الحمد لله على سلامتك يا رانيا، اتفضلي. اتفضلي رانيا، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. رجعتي امتى يا بنتي؟ مش كنتي تقولي لنا عشان نيجي نجيبك؟ انتوا وحشتوني كلكم، ونفسي اقعد معاكم واحد واحد نرجع براحتنا. بس بعدين انا عايزه كل الملفات بتاعت الاحداث اللي حصلت في غيابي. حالا الارشيف كله هيكون عندك. يلا بينا. طب يا رانيا انا في مكتبي، لو احتجت اي حاجه ابقى عد عليا. متشكره جدا يا استاذ شوقي. العفو. ادخل. افهم بقى ايه الكلام الفارغ اللي حصل ده؟ حمزه ازاي يمشي بالقضيه دي؟
اقعد يا صبري باشا واهدى، خلينا نشوف هنعمل ايه. اهدى ازاي بعد كل اللي عمله واستحمله عشان القضيه دي يمشي ليه؟ القرار مش قراري، القرار قرار الوزير، وهو اللي هيمسك القضيه دي من النهارده. واللي حصل لحمزه ده غلط. كل اللي عمله سياده الوزير ده غلط. حمزه هو الوحيد اللي عارف القضيه دي، وهو اللي هيعرف يجيب سليم، وبارادتنا وغصب عننا حمزه هو اللي هيكمل. يعني ايه الوزاره ما فيهاش غير حمزه ولا ايه؟ يا فندم المساله مش مجرد قضيه شخصيه. بعد موت بهاء حمزه هو اللي هيكمل حتى لو بشكل مش رسمي، والموقف اللي احنا فيه ده مش هيتحل غير بحاجه من اتنين، يموت سليم يموت حمزه. بنتي ما عملتش حاجه، هو كل مصيبه تحصل في البلد تجيبوها على هنا. غدا انت كويسه؟ تعبانة بس محتاجة اروح دلوقتي. اتفضلي هوصلك. لا متشكرة قوي، واظن انا عملت اللي عليا وزيادة. انا هوصلكم. ممكن نمشي بقى دلوقتي ولا تحب نجيب محامي عشان نخرجها؟ محامي؟ انا ما اتشرفتش بسعادتك. خالد شكري زميلها في الشغل. لا الحكايه مش محتاجه محامي. هنقعد ولا هنمشي ولا هنعمل ايه بالظبط؟ لا طبعا طبعا تقدروا تتفضلوا. يلا يا بنتي يلا يا خالد. هيعدي عليك واحد دلوقتي اسمه خالد شكري، عايز تحريات كامله. غادة مالك؟ صوتك قلقني جدا، في ايه وفي حاجة حصلت؟ انا عايزة اسيب البيت يا نجلة، عايزاكي تساعديني الاقي حتة اقعد فيها. في ايه تسيب البيت ليه؟ مش طايقة ارجع البيت، مش طايقة اقعد في مكان بيفكرني بسليم. عايزاكي تشوفي لي اي مكان ما يعرفش يوصل لي فيه، ان شاء الله اقعد في الشارع. لا لا الشارع ايه بس؟ بقولك ايه، دوري دوري واطلعي. على فين؟
مش انت عايزه مكان ترتاحي فيه ولا تفتكري حد ولا حد يجيلك؟ انا هوديكي مطرح ما انت عايزه بقى. طيب ماشي، اللي هو فين؟ بصي يا ستي، في اوتيل بنتعامل معاه على طول في الشركه بتاعتنا، دايما بودي الجست بتاعنا هناك، وهم هناك صحابي قوي كمان. تلاقيش، يلا يلا اطلع. ماشي. اسماعيل، هو ايه اللي حصل في موضوع المتحف المصري الجديد ده؟ ايه ماله؟ مكتوب ان بعد ما المناقصه رسيت على صبحي الغنيمي ساب المشروع كله معتز شاب. وايه المشكله؟ المشكله ان صبحي منافس معتز، ده عمره ما ساب مشروع لحد، عمره ما ساب اي مشروع بيدخله اساسا، حتى سابه من غير ما يقول هو سابه ليه. عادي يا روني، رجال اعمال بقوا مجانين، هنوجع دماغنا بيهم ليه؟ عشان ده شغلنا يا استاذ. وبعدين انا حاسه الموضوع ده فيه ان طب خف على نفسك شويه، عشان انت راجعه ما بقالكيش كام ساعه ومخليه شكلنا كلنا وحش. ما ده من خيبتكم يا استاذ. انا لازم افهم رايحه فين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ريس؟ أهلا بيك. أنا المهندس كريم رياض من شركة ميجا إندستريز. إحنا جايين النهاردة عشان نبدأ الشغل. النهاردة؟ بس اللي أنا أعرفه إن شغلكم لسه بدر عليه. ما إحنا قلنا نبدأ بقى علشان نلحق الافتتاح. طب يلزم أي خدمة؟ لا ربنا يخليك يا ريس، أنا معايا رجالتي كلهم. خلاص أنا هاخد رجالتي وأطلع أكمل الشغل فوق، ولو حضرتك عايز أي حاجة ابعت لي، أنا اسمي الريس الشركة. سلام عليكم. ربنا يخليك. سلام. يلا بينا يا رجالة. نزلوا صناديق بسرعة وكل إعادة الشغل، يلا بسرعة يا إخواننا بسرعة. اللي هو مختار السويفي اترقى دلوقتي بقى مساعد وزير الداخليه، هو ده اللي هيتقتل. ادخل. تسمح لي اخد من وقت حضرتك شويه؟ طبعا يا حمزه، اهلا بيك، اتفضل. شكرا يا فندم. ايه، ما حدش شافك يعني من بعد اللي حصل؟ ما حضرتك شايف اللي احنا فيه يا فندم. شايف، شايف يا حمزه، وربنا يعديه على خير. قولي الاول تشرب ايه؟ لا 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 ولا اي حاجه،
انا جاي لحضرتك في موضوع كده مفيش حد غيرك هيقدر يساعدني فيه، ينفع؟ طبعا ينفع يا حمزه. عايز تسال عن ايه؟ المتفجرات اللي مسكها الجيش اللي هي السي فور، انا شاكك ان في شحنه تانية دخلت بدلها، علشان الاقيها يا فندم ابدا منين؟ جبت انا باشمهندس؟ لا كفايه كده النهارده، لم الحاجه واتكلوا على الله. تمام. ايه وقفت ليه؟ كفايه كده النهارده خلاص. طب ليه ما نكمل احسن؟ انا بقول لك كفايه يبقى كفايه، هنبقى نجري بكره نكمل. لكن الشيخ جابر قال لازم نخلص. الشيخ جابر يقول اللي يقول. عايز تطلع تشتغل انت وريني هتعرف تعمل ايه؟ خلاص خلاص يا رجاله، يلا يلا خلاص وقفوا الشغل، يلا هنكمل بعدين. اسماعيل، نعم يا رانيا. فين لستة أسماء الناس اللي المفروض تحضر افتتاح المتحف؟ افتتاح المين؟ هتلاقيني لسه بعتهم لك حالا. همشي أنا بقى. الو سياده المقدم حمزه، انا رانيا شاهين الصحفيه بتاعه جورنال عين الحدث. الحمد لله، انا محتاجه اقابل حضرتك ضروري.